فناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمشاركة اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان نقشة المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. القانون ده مكون يا أخوانا من 39 مادة، والقانون ده تضمن تعريف اللاجئ. اللاجئ هو اللي يلزم طالب اللجوء بالتقدم إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفقا لأحكام هذا القانون اللي لم يتم الفصل في طلبه في هذا الوقت. القانون ده بينص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، مهمتها الفصل في طلب اللجوء والتنسيق مع الجهات الإدارية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. طالب اللجوء يتقدم سواء هو أو اللي بيمثله قانونا بطلب اللجوء إلى اللجنة المختصة. اللجنة المختصة بتفصل فيه خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل البلاد بطريق مشروع. أما في حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب 1 سنة من تاريخ تقديمه، وبتكون لطلبات ذو الهمم أولوية في الدراسة والفحص. طب ماذا إذا رفض الطلب؟ إذا رفض الطلب تطلب اللجنة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويكون للجنة المختصة إلى حين الفصل في طلب اللجوء طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات في طلب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. نص القانون أيضا على تمتع اللاجئين بذات الحقوق المقررة للأجانب، له حق التقاضي، الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو الذي تنظمه القوانين، وأيضا له الحق في العمل وممارسة المهن الحرة وتأسيس الشركات أو الانضمام لشركات قائمة. القانون بيحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة اللي فيها إقامته المعتادة. يكون للاجئ الحق في التعليم الأساسي، وأيضا يكون للاجئين حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وأيضا له حق الحصول على رعاية صحية مناسبة، وكمان ليه حرية التنقل واختيار يعني مكان الإقامة، ولا يجوز تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى يعني غير المقرر. المقرر على المواطنين المصريين هو اللي يقرر عليه. أيضا القانون بينص على أن كل اللاجئ الحق في الحصول على الجنسية المصرية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. يلزم كل من دخل الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة أن يتقدم طوعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصى 45 يوم من تاريخ دخوله. طيب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو طلب اللجوء بغير اختيار قسم الشرطة المختص اللي بيقع في دائرة محل العمل أو الإيواء اللي هو فيه متى ثبت علمه بذلك. طبعا لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت على القانون اللي حيناقشه مجلس النواب خلال الأيام القادمة، لأنه القانون ده من شأنه أنه يعني يرغم كل اللاجئين على تسجيل وجودهم، خاصة وأن عدد اللي سجلوا وجودهم لا يزيد حوالي عن 350 ألف شخص من مجموع حوالي 9.5 مليون لاجئ. كما أن هذا القانون يضمن حقوق اللاجئين وفقا للقواعد المحددة. طيب ناخد فاصل ثم نعود.